يا سلام على التنوع الهائل في الحياة وفي الكائنات الحية اللي موجودة حوالينا. الواحد بيقعد معجب من أقدم العصور والبشرية معجبة بهذا التنوع الحيوي الغريب. الحقيقة احنا نجحنا ان احنا نصنف عدد كبير جدا من المخلوقات الحية اللي بنعرفها، ونجحنا في تصنيفها داخل عائلات والعائلات داخل ممالك، وخطوات كتيرة ما بين تصنيف الكائن وتصنيف الممالك. بس ازاي نقدر ننظم هذا الكم الهائل من المعلومات اللي انكتبت على كل الكائنات الكتيرة جدا اللي احنا بنعرفها؟ ازاي نقدر نلاقي طريقة عشان نصل لهذه المعلومات؟ يعني اكيد مفيش كتاب واحد كبير كفاية انه يقدر يلم ويجمع كل هذه المعلومات عن كل الكائنات، ولا ممكن في اوائل القرن 21، القرن اللي احنا فيه ده، انشغل بعض العلماء بكتابة هذا الكتاب الاسطوري اللي هيجمع ويشمل كل المعلومات المعروفة عن جميع الكائنات وجميع الأدبيات عن التنوع الحيوي على سطح هذا الكوكب. ولذلك يعني احنا فعلا يحق علينا ان احنا نسمي هذا العمل الجماعي الكبير موسوعة الحياة. يا سلام، قصة تصنيف الكائنات، تصنيف الحياة. هي في القرن 18 في العالم السويدي، عالم نباتات وطبيب وعالم حيوان، كارل فون لينيه، معروف باسم اللاتيني ليناوس، حط نظام جديد لتصنيف وتحديد جميع المخلوقات الصغيرة والكبيرة. والحقيقة اللي كل الدراسات اللي كان قام بها العلماء المختلفين قدروا دلوقتي يتربطوا بأسماء محددة لكل كائن، وبعدين الواحد يجمعهم في عائلات وشعب وحاجات بقدر من التشابه اللي موجود ما بينهم. وفي النهاية بنصل إلى إن كل نوع من أنواع الكائنات يعرف بالجنس والنوع. إحنا مثلا هومو سيبينز، الجنس بتاعنا هو الهومو، ونوع بتاعنا هو السيبينز أو الإنسان المفكر. عامة كنا بنقول إن النوع غير قادر إنه يتكاثر مع نوع آخر، أو إذا قدروا إنهم يجتمعوا فالناتج بتاعهم بيبقى غير قادر إنه ينتج خلفة، زي مثلا الحصان والحمار بينتجوا البغل. ولكن في إطار النوع الواحد ممكن نتواجد أنواع كثيرة جدا من الفروقات الطفيفة، زي مثلا في أنواع الرز الموجودة، في أكتر من 100,000 عينة من عينات الرز بنعتبرها كلها عبارة عن قرايب للأوريزا ساتيفا، اللي هي الرز اللي هو عبارة عن نوع من الحشائش. الحقيقة بدأ الإنسان يزرعه من آلاف السنين. النهاردة بنعتبر كل الأشياء الحية داخلة في مملكة من عدة ممالك. زمان كانت التصنيفات المستخدمة بتقول 5 ممالك، بعضهم يقولوا 6، إنما النهاردة بنتكلم لما بنصنف مجالات الحياة بنتكلم إلى 8 ممالك. أول واحدة طبعا اللي بنتكلم عنها اللي هي الحيوان اللي احنا جزء منها. ولكن ايضا في مملكة البدائيات او الاركيا،
مملكة البكتيريا. مملكة الكروميستا أو الطلائعيات الصبغية. مملكة الفطريات بأنواعها. النباتات. الأوليات. وأخيرا الفيروسات. العلم الحديث مع تطوره بيضيف معلومات، الموروث الحيوي الدي ان اي بيسمح لنا ان احنا نحدد علاقات ما بين الكائنات بدقة اكبر، وساعات صنف كنا نفتكر ان هو صنف واحد بيتقسم الى اثنين، وساعات انهم بيجتمعوا الى انه بيكتشف انهم من نوع واحد. تعالوا ناخد فكرة عن ازاي نقدر نجد هذا التصنيف بيعرف لنا كائن محدد. وخلينا ناخد الدب الأشهب اللي هو بيسموه الجريزلي بير في أمريكا. هنبتدي بمملكة الحيوانات فيها جميع أنواع المخلوقات. هنلاقي الدب الأشهب فين؟ تهيالي نبتدي بأن احنا نركز على الثدييات، فنشيل الحاجات التانية ونفضل مع الثدييات، وداخل الثدييات نفضل على رتبة اللحمات، يعني الحيوانات آكلة اللحوم. فكده مثلا نستبعد السنجاب ونستبعد البقر. دلوقتي داخل العائلة اللحميات دي عايزين نركز على الدبيات اللي هي الأورسيديا، وداخل ده فلازم نشيل الحيوانات الأخرى اللي هي من اللحمات ثدييات ولكنها ليست من الدبيات. داخل الدبيات في حيوان غريب ومحبوب جدا ومعروف لدى الناس كلها، وهو الباندا العملاق. الباندا العملاقة دي تعني اسمها اللاتيني ايلروبودا ميلانلويكا، يعني الحيوان الابيض واسود ورجله تشبه القطط، ده التشبيه بتاعها. هي موطنها وسط غرب وغرب الصين عامه، ومحبوبه جدا، ورغم انها بتاكل اساسا بامبو 99% من اكلها بامبو، الا انها محسوبه في وسط الدبب واللحميات، ولكنها ما هيش دبه حقيقيه. معروفة لدى الجميع بشكلها الجميل، وإحنا مش هنركز عليها لأن إحنا عايزين الدب الأشهب، فهنودعها الآن. دلوقتي علينا نركز على جنس الدبب اللي هم الدببة عامة اللي هم أرسس، وسنبدأ بإن إحنا ندور على فصيلة الدبة القطبية أو اللي هي أرسس أركتوس. والدب الأشهب ده نوع أو فصيلة معينة من هذه الفصائل، والمعروف أنه ساعات يسمى الدب اللي عنده الأطراف الفضية. إذن أدينا شفنا أن كل كائن، كل نوع، كل صنف نقدر نحدد مكانه بدقة كبيرة، ونقدر نعرف كل كائن بهذه الصورة، وراء كل كائن معرف في كم هائل من الكتابات العلمية. وعلى فكرة أنا مش عايز إن احنا ننسى إن احنا بنتكلم على الكائنات، مش قصدنا بس الحيوانات والنباتات، احنا بنتكلم أيضا على الفيروسات والبكتيريا والحاجات اللي الواحد ما بيقدرش يشوفها بالعين المجردة. طب احنا عندنا كده كم نوع من الكائنات عرف بهذه الصورة العلمية الدقيقة؟ في الواقع احنا عندنا تقريبا 1,800,000 او 1,900,000 كائن
تم تعريفهم بهذا التعريف العلمي الدقيق. وورا كل كائن من الكائنات دي جبل من المعلومات العلمية بتصل في تقديرنا لحوالي 300 إلى 600 مليون صفحة من النشر العلمي. طب إزاي احنا نحط كل ده في موسوعة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي موسوعة الحياة؟ أول حاجة إن محاولة زي دي لازم تعتمد على التعاون كبير ما بين العلماء في كل مكان في العالم، وهتحتاج إن احنا نربط ما بين قواعد البيانات اللي موجودة ونعمل تعاون ما بين المكتبات أيضا اللي عندها هذا الكم الوفير من النشر العلمي. One of our priorities has been to share knowledge about life on Earth with as many people as we can. And we've launched an initiative called the Encyclopedia of Life. The goal of the Encyclopedia of Life is to make a web page, an infinitely expandable web page for each of the 1.9 million known species on Earth. The Encyclopedia of Life is one giant collaboration with contributions not only by science but by the general public. المشروع فكرته بسيطة جدا، هو عبارة عن ويب سايت بيضم صفحة لكل نوع من أنواع الكائنات، بيشرح بيعطي صورة للكائن وشرح عن خصائص الكائن ده وموطنه تصنيفه واسمه اللاتيني، بالإضافة إلى لينكس للمراجع العلمية الموجودة عن الكائن ده على الإنترنت. موسوعة الحياة، كم هائل من المعلومات أغلبها محقق وموضوع في مكانه من مؤسسات علمية. نقدمها إزاي؟ الحقيقة الأمر بيبتدي ببنية بسيطة زي معظم الحاجات اللي على الإنترنت. بنبدأ بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت، وده الموقع بتاعنا. ومن هذا الموقع أو الويب سايت اللي هي الصفحة الأولى بنقدر نختار الطريقة عشان نصل إلى أي صفحة من صفحات الكائنات. يبقى بننطلق من الصفحة الأولى، بنجد صفحة لكل كائن من 1,800,000 أو 1,900,000 كائن، كل واحد له صفحة خاصة بيه. وورا الصفحات دهيا، صفحات الكائنات، في مكتبة التراث التنوعي البيولوجي اللي هو البيوديفرسيتي هيريتج لايبرري، اللي هي ما بين 300 إلى 600 مليون صفحة. بما إن في كم هائل من المعلومات على هذا الموقع الإلكتروني، ممكن أتساءل أعرف ألاقي حاجتي إزاي فيها. فتعالوا نرجع تاني لتجربة الدب الأشهب. أدينا ندخل على الموقع، نختار الحيوانات، ثم شعبة الحبليات، وبعدين هنخش على الثدييات، وبعدها أكلات اللحوم والدبيات، وهنلاقي على طول الدب الأشهب. بسرعة جدا وجدنا اللي احنا عايزينه. وعلى فكرة وراء هذه الصفحة المخصصة للكائن في كم هائل من المعلومات عن الكائن اللي احنا بندور عليه زي الدب الأشهب. اتصلنا بشتى أنحاء العالم العربي، وكان لنا الحظ والشرف إن احنا ندعو 300 من أبرز علماء العرب المشتغلين بأنواع التصنيف والتنوع الحيوي إنهم يزوروا مكتبة اسكندرية ومناقشة إزاي يمكن للعرب إنهم يسهموا في هذا الإنجاز الكبير. بدأنا بلجنة عامة فيها حوالي 30 جهة ممثلة من كل الجهات القائمة بالبحث العلمي في ميدان التنوع الحيوي. ومنبثق من هذه اللجنة اللي هي أيضا تحت وصاية ومظلة
الجامعة العربية ودعم الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينبثق منها لجنة تنفيذية. مكتبة اسكندرية ستقوم بالدور الأساسي فيها لضمان أن الحركة اليومية بتاعة الأعمال العربية لموسوعة الحياة تستمر. بعد كده العلماء نفسهم مكونين إلى لجان، في لجان بتاعة تكنولوجيا المعلومات، لجان بتاعة مكتبات، لجان بتاعة ترجمة، ولجان علمية، واللجان العلمية تحتيها مجاميع متخصصة سواء اللي في الحشرات واللي في الزواحف واللي في النباتات إلى آخره. من 2008 إلى 2009 استطاع أنه يحط، أو الجماعة اللي بيشتغلوا على هذا الموقع، أكثر من 170 ألف صفحة من الصفحات على هذا الموقع. كل صفحة زي ما قلت بتحتوي عن المعلومات اللي معروفة عن نوع معين من أنواع الحياة. يعني مثلا مصر فيها أنواع من النباتات والحيوانات مش موجودة في أي منطقة تانية في العالم غير في مصر، فالأنواع دي بنسميها أنواع إنديميك أو أنواع متوطنة، وفي 52 نبات مش موجود غير في مصر، في بعض الحيوانات والطيور مش موجودة غير في مصر. بنحاول نجمع معلومات عن كل واحدة من هذه الأنواع وتوصيف لها وتوزيعها في مصر، وهكذا نعمله في كل المنطقة اللي حوالينا، ونعمله كمان باللغة العربية. بخلاف التعاون ما بين العلماء، احنا مهتمين طبعا بان احنا نخاطب الجمهور. تعلمنا ايضا من تجربة ويكيبيديا الموسوعة الضخمة اللي كتبها اكتر من 100,000 واحد ما يعرفوش بعض، بالتعاون بينهم وبين بعض تحت ريادة جيمي ويلز. ولذلك احنا عايزين ايضا ندعو عدد كبير من الناس انها تساعدنا، اللي عنده صورة، اللي عنده فيلم، اللي عنده معلومة يديها لنا عشان نضيفها إلى الكم العربي على موسوعة الحياة. ولما نيجي نحط الصورة ده هي هنحط حواليها برواز أصفر ونقول عليه الإسهام ده جاي من مين. والبرواز الأصفر ده يعني إن لجنة مراجعة لسه ما راجعتش الصورة دي. الحقيقة المشروع دلوقتي بدأ في التنفيذ، وده جهد ضخم بتتزايد سرعته كل ما تيجي جهات جديدة وناس جداد بينضموا إلى هذا العمل العملاق. إحنا طبعاً على قد ما بنسرع في تنفيذ المشروع، العلم أيضاً عمال بيسرع وبيزود آلاف وملايين الصفحات كل سنة من الكتابة عن الموضوعات العلمية دهياً وعن المخلوقات المختلفة اللي موجودة. Right, included on the Encyclopedia of Life are things like pictures, maps of where organisms are found, information about how they relate to other kinds of organisms. So over the next few years, we are embarking on several major themes. The first one is a marine theme. So we're trying to gather together 90% to 95% of marine species and make sure that there's information on those. Beyond that, we'll probably tackle other similar themes with a goal after 10 years of having all species covered in some way on the encyclopedia. But the encyclopedia will never be finished. Right now we're collecting that information in as many different languages as we can, but we need to make sure that it's available in all languages and that it's constantly changing as new knowledge about species is being obtained. يا سلام، حوالي 2 مليون صفحة عن الكائنات المختلفة، أكثر من 600 مليون صفحة من الأدبيات العلمية. حقيقة الموسوعة دي هتعتبر مصدر غير معقول في ثرائه عن معلومات اللي مليئة عن الحيوانات اللي في الأرض. إنما تخيلوا هذا الثراء الفكري اللي هنوصل إليه لو قدرنا نقراه كل صفحة من كل ملايين الصفحات ده بلغتنا، باللغة العربية. أعتقد إن ده شيء يفوق طبعا قدرات المترجمين البشر، ولكن مش مستحيل بالنسبة لقدرات الحاسبات الآلية الجديدة. وعشان كده
لو قدرنا نحل مشكلات الترجمة الآلية ومعالجة اللغة الطبيعية بالأجهزة الحاسوب أو الكمبيوتر، هنتمكن بأن احنا نقدم وسيلة جديدة ومباشرة للترجمة عشان نقدر نقرأ كل ملايين الصفحات دي بلغتنا، وكل واحد يقدر يقراها بلغته. طب يا ترى ده كلها أحلام ولا ممكنة؟ لا، هو إذا كان حلم دلوقتي فهو بيتحقق، لأن في مجموعة من الرواد بتشتغل على تحقيق هذا الحلم حاليا. إزاي بقى بيتعاملوا مع المشاكل اللي بيجابوها، وإزاي قدروا يتوصلوا إلى التقدم الكبير في هذا الميدان؟ هذه قصة مثيرة جدا، ولكن نخلي القصة دي لحديث آخر في يوم آخر. أنا إسماعيل سراج الدين، وأشكركم على مشاهدتكم لهذه الحلقة من آفاق